إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام ربنا وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقبل أن نلج وأن نطرق باب خطبتنا، فأريد أن أنوه على شيء أيها الكرام المباركون، وهو يكثر في مساجد الجمعة، وهو أن المؤذن وفقه الله تبارك وتعالى لما رفع الأذان دخل بعض الكرام من المصلين إلى المسجد وظلوا وقوفا يرددون مع الأذان ولا يصلون تحية المسجد. وإن الأولى أيها الكرام المباركون لآكلية الاستماع لخطبة الجمعة أن يصلي الرجل تحية المسجد لمجرد دخوله، وذلك خاص في يوم الجمعة، وألا ينشغل بالترداد مع المؤذن، حيث أن الترداد مع المؤذن سنة وآكد منه تحية المسجد والاستماع إلى الخطبة، فإذا تعارضتا قدم ما هو آكد على ما هو مسنون. هذا ما أردت أن أنوه عليه أولا أيها الكرام الفضلاء ليعلمه الجميع. أما بالنسبة لموضوع خطبتنا، روينا بسندنا متصلا إلى الإمامين الجليلين أبي عبد الله البخاري وأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري في صحيحيهما، وهما أصح الكتب بعد كتاب ربنا تبارك وتعالى، من حديث أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه وعن أبيه، الحب ابن الحب خادم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونسوق بلفظ مسلم في كتاب الجنائز قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأرسلت إليه بنت من بناته بأبه وأمه عليه الصلاة والسلام، فقالت: إن ابنا لها أو إن صبيا لها يحتضر، حضرته الوفاء، فطلبت منه أن يحضرهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للرسول أي الذي أرسلته تلك البنت المباركة رضي الله عنها وأرضاها، قال: اذهب إليها فقل لها: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فرجع الرسول يخبر بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم،
فقالت له ارجع إليه صلى الله عليه وسلم وقل له أقسمت عليه أن تحضرنا. فرجع الرسول إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فما كان منه إلا أن قام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب، ومعه أسامة بن زيد، ومعه رجال من أصحابه الكرام رضي الله عنه وأرضاهم. فرفع له الصبي فوضعه في حجره الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونفسه تقعقع بفتح التاء المثنى كأنها في شنة، فدمعت عيناه الكريمتين بأبي هو وأمي، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أرى كل مسح في النبي مقصرا، وإن سطرت كل البرية أسطرا، فما أحد يقضي فضائل أحمد، وإن داوم الحسن عليه وكررا، إذا الله أثنى عليه بذاته كفاه بذا فخرا من الله أكبرا. وفي سورة الأحزاب صلى ربنا عليه بنفسه، فما مقدار ما تمدح الورى، يطيب لذي القلب المنور ذكره كما طاب برد الماء للكبد الحر، عليه الصلاة والسلام. قال فنظر إليه سعد وقال يا رسول الله أتبكي؟ قال إنما هي رحمة يضعه الله عز وجل في قلوب عباده، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وفي رواية إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. هذا الحديث العظيم المنيف المتفق على صحته فيه من قال الإمام النووي رحمه الله في صحيح على مسلم: هذا من أصول ومباني الدين، ولقد اشتمل على آداب وعلى أمور عظام. نحن نقولها اختصارا أيها الكرام الفضلاء حتى لا يتفلت الوقت بين أيدينا. كنا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا مجلس رسولي يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأنه كان إذا جلس حفه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وجمعنا وإياهم صحبته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مجلس كما جاء في الشمائل أنه لا تنتهك فيه الحرم، لا يغتاب فيه الناس، لا يدخل فيه في عرض أحد، مجلس يقابل الجميع عليه الصلاة والسلام، فيجيب سائلا ويعطي محروما ويوجه ضالا ويهدي بإذن ربه تبارك وتعالى عاصيا، وينثر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضاله على الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فذو حاجة وذو حاجتين وذو حوائج، وكلهم ذاك البحر أينما أتيته، فدونك ما كان من الخير أجمع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما قال لا إلا في تشهده، ولولا التشهد لكانت لأه نعم. كان في مجلس عليه الصلاة والسلام وعليه ثياب، فقال الرجل اكسنيها جبة يا رسول الله، قال فجلس هنية ثم دخل ولفها إليه وأعطاها إياه، فكأن الصحابة لاموه، قال والله ما أردت إلا أن تكون كفني، ما أردتها إلا أن تكون كفني صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأرسلت إليه بنت من بناتي، النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عقد على 13 امرأة، ودخل بإحدى عشر امرأة، ومات عليه الصلاة والسلام عن 9 نسوة، ومات في حياته زوجتان له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن أردت أن تحفظ أسماء زوجات النبي عليه الصلاة والسلام فاحفظ هذه الجملة: خص مع جزر صحة، الخاء خديجة، والسين سودة، والميم ميمونة، والعين عائشة هي العين وجلدتها، وأبوها نور وكوكبها رضي الله عن الصحابة أجمعين، والجيم جويرية، والزاي الزينبان، زينب بنت جحش وزينب المخزومية أم المساكين، والراء أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، والصاد صفية بنت عمير بن أخطب رضي الله عنها وأرضاها، والحاء والهاء هند بنت أبي أمية، والحاء هي ذيك الكوكب الثاني ابنة الفاروق، التقية الرضية، الصوامة القوامة، حاء
حفصة رضي الله عنها وأرضاها. هذه أسماء زوجات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إن قمت أن تحفظها بصورة سهلة ويسيرة. أما بنياته عليه الصلاة والسلام فزينب وأم كلثوم وفاطمة ورقية رضي الله عن الصحابة أجمعين. فاطمة هي التي تزوجها علي رضي الله عنها وأرضاها، بنت النبي زوجي والنبي ابن عمي، فما دونك بهذا النسب الشريف المنير رضي الله عن الصحابة أجمعين. وزينب زوجة أبي العاص، ورقية وأم كلثوم الكوكبتان الأبكار، تزوجهما عثمان ذو النورين رضي الله عنه وأرضاه. وأما أولاده فالقاسم والطاهر والطيب وعبد الله، كلهم من خديجة، إلا إبراهيم من مارية القبطية سيده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كل أولاد النبي عليه الصلاة والسلام مثل في حياته إلا فاطمة، فماتت بعد وفاته بأيام، قيل بأربعين أو ببضعة أشهر. ولذلك صح من حديث عائشة أن فاطمة دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته، فسارها فبكت، ثم سارها فضحكت، قال فعجبت لها عاقلة تجمع ضحكا ببكاء. قال فلما انصرفت من عنده قلت لها رأيت ضحكك مع النبي عليه الصلاة والسلام وبكاءك، فماذا قال؟ قالت ما كنت فاشية سرا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت فلما مات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قلت عزمت عليك لمكانتي منك ومن رسول الله عليه الصلاة والسلام، تريد العلم؟ ما نسي ذلك الموقف. فقالت لقد سارني أنه يموت في مرضه هذا فبكيت، ثم سارني أني أكون أول أهل بيته لحاقا به فضحكت. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. عجز القصيد وهزه الإعياء لما أراد مدحك الشعراء، فالوجه بدر والسمات مليحة والنظم در والشفاه شفاء، وله الحوض العظيم وكوثر، وهو الشفيع إذا انتهى الشفعاء. ويوم فتح مكة لما نال رقابهم قال اذهبوا إذ أنتم الخلفاء. هذا هو عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا باتباعه ولزوم غيره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا جنة من غير توحيد واتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا الحديث الذي بين يدينا حديث عظيم، أرعوه الأسماء أيها الكرام المباركون لتجتنبوا البدع في الموتى وفي التعزية وفي الدفن إلى غير ذلك أيها الفضلاء. قال أفهمها الراوي، لكن ربما تكون زينب رضي الله عنها وهي التي أرسلت في وفاة أمامة أو أحد أبنائها رضي الله عن الصحابة أجمعين. قال فارجع وقل لها، وهذا يدل على صبره، ما تسخط ولا لطم ولا شق جيبا بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي نهى عن شق الجيوب ولطم الخدود والدعاء بدعوى الجاهلية، بل هو على مكانه رابط الجأش ثابت كالطول الأشم وكالجبل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لا أرجع إليها فقل لها إن لله ما أخذ، الله أكبر، كل شيء لله عز وجل وله ما أعطى، وكل هبة من الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله، هو الذي خلق لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه تبارك وتعالى. لا تعتقد أيها المبارك أنك جمعت مالا بذكائك أو بفطنتك، إنه بمحض إرادة الله عز وجل وقدرته ومشيئته وقضائه تبارك وتعالى. ولو أراد ربنا عز وجل سلب منك كل شيء في لفتة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال، وكل شيء عنده بأجل مسمى. إن كل شيء خلقناه بقدر، لا يتبدل القدر ولا يتغير ولا طرفة عين. إن الله عز وجل كتب على كل نفس الموت، كل نفس ذائقة الموت، وكتب على كل الفناء، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا ما يكون عند المصائب. ابن عباس تعلم في مدرسة العجلان عليه الصلاة والسلام، وكان في سفر فجاءه خبر ابنه أو أخيه،
فنزل من على الدابة وتوضأ وأحسن الوضوء، ثم صلى ركعتين، ثم قال: اللهم إنك أمرتنا فأتمرنا، فأتنا بما وعدتنا، ثم تلا قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. هذا الذي يكون عند المصائب أيها الكرام الفضلاء، الذين إذا ومصابها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فرجع الرسول ولم يجادل مع النبي عليه الصلاة والسلام القدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فرجع وأبلغها ما قاله النبي المعلم الأول عليه الصلاة والسلام، فقالت: أقسمت عليك. وهنا وقفة أيها الكرام الفضلاء، المرأة لما تقول لك أقسمت عليك أن تفعل كذا، لا تقول: يا أخي أنت حرمة وأنا رجال، من انت تقسمين علي؟ علي الطلاق ما نسويه. لا يا اخي، هي لما قالت ذلك قالت عشما فيه، ولا سيما اذا كان الامر طاعه وليس فيه ايش؟ معصيه. قالت هذا من باب ايش؟ من باب العشم. وقال ذلك من باب انها تثق فيه بعد الله عز وجل ان تجيب لها طلبها في غير معصيه الله عز وجل. فانظر الى بنت النبي عليه الصلاه والسلام، ولا شك النبي هو الفاضل وهي المفضوله مقارنه به. قالت: ارجع وقل له اقسمت عليك، عزمت عليك أن تحضرنا، تجينا الآن. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقوم ليجيب ابنته، وهذا الذي ينبغي أن يكون من الأب مع ابنته، أن يجيبها فيما لا معصية فيه، أن يعلمها، أن يؤدبها. روى الترمذي وحسنه، قال عليه الصلاة والسلام: من رزق بأربعة من البنات فأحسن أدبهن وتربيتهن كن له سترا وحجابا من النار. قالت امرأة: وثلاثة؟ قال: واثنتان. قال: واثنتان. قالت امرأة: واحدة. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية: من رزق بأربعة من الأخوات فأحسن أدبهن وتربيتهن كن له سترا وحجابا من النار. فهذا رزق البنات والأخوات في البنون خير وبر وبركة لا تتبرع به. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، لا افرح أخي المبارك. الله عز وجل أول بدأ قال: يهب لمن يشاء إناثا، بدأ بالأنثى، ويهب لمن يشاء الذكور. بعض الناس عنده نعرات الجاهلية، إذا جاءت لبنت يظل مبتهر وما يكتب ولا يرسل للناس رزقت منه، أما لو جاء ولد خلاص كل الناس جاني ولد جاني ولد جاني ولد. يقول ابن القيم: وهذه لوثة من لوثات ايش؟ الجاهلية، عافانا الله وإياكم. فقام النبي معه أناس، ماذا لو أبعده؟ أنا بروح لحالي. أخذهم من باب المواساة. فلما وصل عندها ماذا قالت له وماذا قال لها وماذا دار الحوار بينهما؟ هذا ما يكون اختصارا في الإنسان والفضل والسخر ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله عظيم بشانه ورضا بقدره وقضائه، والصلاة والسلام الأتمان أبدا على الهاشمي القرشي أحمد خير مراتب الخوالي وأبر من نحى في النوادي وفقني وسع العوادي، وعلى آله وزوجه وصحبه مع محبه والتابعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. فلما وصل عندها عليه الصلاة والسلام رفع له الصبي فوضعه في حجره الشريف لطفا ولينا ورحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وإذا نفسه تقعقع يعني تضطرب تتحس رجا، هذا هو الذي يحدث عند سكرات عند سكرات الموت، لا ينجو منها أحد، لا طفل ولا كبير ولا صغير ولا ذكر ولا أنثى. ولا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيح: إن للموت لسكرات. وهكذا تكون مثل هذه الأمور، فإذا حجرجت وضاق بها الصدر علمت أنك كنت في غروري أيها الكريم الفاضل. لذلك لمثل هذا علينا أن
الجاهلية يموت الإنسان على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. حتى إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن فكشفنا عنك غطاءك يمر أمامك في تلك اللحظة أخي المبارك. ألا نرعوي؟ ألا نتوب؟ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا هو المطلوب، أن نعد تلك اللحظة. كان عثمان يذكر بالجنة والنار فلا يبكي بكاءه حينما يرى القبر، لأنها أول منازل الآخرة. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنان يا رب العالمين يا رحم الراحمين. فدمعت عين النبي عليه الصلاة والسلام، وليس الذي يجري دموعها إنما هو دم من القلب يجري فيقرقه. فنظر إليه سعد بن عبادة يظن أن البكاء كله حرام، قال يا رسول الله تبكي؟ يعتقد ان البكاء في بعض الاحيان حرام. قال انما هي رحمه يضعها الله في قلوب عباده، انما يرحم الله بالعباد الرحماء. الله يجعلنا واياكم من هؤلاء يا اخوان. وان العين لتدمع وان القلب ليحزن، ولا نقول ما يسخط ربنا وما نقول الا ما يرضي ربنا. ايها الكرام هذا هو الذي يحدث، لا تزحف ولا شيء من ذلك تماما. هذا الحديث العظيم يدلك على أمر مهم جدا، وهو ما يفعله بعض الناس في المآثم من البدع، يجعلون ثلاثة أيام. قال شيخ ابن عثيمين، وقال شيخ ابن باز في فتاواه، ابن عثيمين في فتاواه وفي شرحه على رياض الصالحين على هذا الحديث، قال وأما ما يجعله الناس من العزاء ثلاثة أيام فلا أصل له. قال شيخ ابن باز والعزاء يبدأ من أول موت الميت، ويستحب أن يستعجل في عزاء وفي مواساة الناس لتصبيرهم فيما نزل فيهم. وأفضل ما يقال في العزاء ما ورد في هذا الحديث، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. أما بعض الناس يقول لك البقية في حياتك، هذا ليس من السنة في شيء، فخلاص هو مات أخي المبارك، واستوفى إيش؟ واستوفى أجله، ولا تقدم ساعة ولا تأخر ثانية. نفس روح القدس في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ما مات وبقي منه شيء لكي يبقى في حياة الحي. أيها الكريم ابعد عن هذه اللفظة، فهي ليست من السنة في شيء. ولا بأس أن تقول له أيضا جرى الله مصابكم، قال أهل العلم. ولا بأس أن تقول بالألفاظ التي بالتعزية والتصفيق التي ليس فيها مخالفة إيش؟ ليس فيها مخالفة شرعية، والأفضل أن تتبع ما ورد. وأيضا مما يكون أيها الكرام الفضلاء في بعض العزاء أن أهل الميت يتكلفون العشاء والغداء كل يوم، والسنة في الصحيح يصنعوا لآل جعفر طعاما فقد آتاهم ما يشغلهم. السنة أن يصنع الطعام لأهل الميت، لا هم أن يصنعوا الطعام أو أن يتفقوا مع مطعم لكي يأتي بالطعام. أيها الكرام الفضلاء، وأيضا كنا نعد الاجتماع عند الميت من النياحة، حديث فيه مقال عند بعض أهل العلم وحسنه البعض الآخرون. وأيضا أيها الكرام الفضلاء، يحذر الإنسان من أنه يخص يوم الجمعة بزيارة المقابر. قال أهل العلم وليس على ذلك دليل، المقابر تزار في أي وقت. وبعض الناس يرش الماء كلما جار المقبرة، وعند الطبراني أن النبي رش الماء على قبر إبراهيم عند دفنه. قال أهل العلم ليثبت التراب فلا ينهار القبر، لكن كل ما جيت تزور تقوم ترش موية وتجيب عدد وتجيب قبر إلى غير ذلك، كل هذا ليس من السنة فيه.
ليس من السنة في شيء. وزيارة المقابر إما تكون زيارة عامة أو زيارة خاصة. ما معنى الزيارة العامة؟ يعني جئت المقبرة لكي أزور أبي أو صديقي أو إلى آخره. فإذا كانت الزيارة خاصة كما عند مسلم لما زار النبي عليه الصلاة والسلام أهل بقيع المرقد، الدعاء تتجه القبلة وترفع يديك. إذا كانت الزيارة عامة من باب العبرة لكل المسلمين فتتجه القبلة وتدعو من غير رفع اليدين. تنبه لمثل هذا أيها الكريم الفاضل، هذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والدعاء السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. ومن السنة أن تكون حاجة في المقبرة ما لم تخش شرا وما لم تخش شوكا أو هواما أو حرامة. يا صاحب الستيتين اخلع ستيتين كما صح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. هذا هو. وأن تجتنب أن تتخطى فوق القبور أو أن تجلس على القبر، لأن يجلس أحدكم على جمرة تحرق ثيابه وتعبد إلى جلده أحب من أن يجلس على قبر مسلم. ما يجوز الجلوس على المقابر أيها الكرام الفضلاء، ولا ترفع ولا تسنم، نهى النبي عن ذلك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكل هذه ينبغي أن يحتمل وينبغي أن تعتبر وينبغي أن تعلم أيها الكرام الفضلاء. وختاما، الجنازة تجوز على الجميع الصغار والكبار، وحتى السقط بعد الشهر الرابع إن نزل فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. يوقف عند وسط المرأة ويوقف عند رأس البنت وعند رأس الغلام والرجل، ويكبر أربع تكبيرات، ترفع الأيدي في كل تكبيرة. بعد التكبيرة الأولى الفاتحة من غير دعاء الافتتاح، وبعد التكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية التي نقولها في التشهد، وبعد التكبيرة الثالثة دعاء للميت، وبعد التكبيرة الرابعة سكتة لطيفة ثم السلام على اليمين تسليمة واحدة. والهيئة الثانية فيها بعد التكبيرة الرابعة دعاء والسلام سلامان على اليمين وعلى اليسار كما يفعلون الشافعية والأحناف والمالكية، وهذا من خلاف التنوع وليس من خلاف التضاد. لكن إذا كنت في بلد تصلي بهيئة معينة فلا تخالف، الخلاف شر أيها الكرام المباركون. ويد الله على الجماعة، ومن شذ شذ ومن شذ شذ في النار أيها الكرام الفضلاء. أسأل الله لي ولكم توفيقا وسدادا ورشادا. اللهم آتنا في ألا وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة عليه والسلام. فقال في محكم التنزيل في آية الذكر الحكيم مبتدئا بنفسه مثنيا بالملكة المسبحة بقدسه مؤيها بكم أيها المؤمنون من خلقه قائلا حكيما عليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عن الصحابة الأخوان الأبرار الصديق أبي بكر صاحب الغار والفاروق عمر بن الغار رضي الله عنه وغير عثمان زوج الكوكبتين الأبكار وأبي السلطين علي الكبار عن ثاني العشرة المبشرين بالجنان والصحابة والتابعين وأمهات المؤمنين الكرام وعن معهم بإحسان إلى يوم المآل. ربنا آت نفوسنا تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أنزل علينا من بحر جودك بالبركات وكفر عنا جميع السيئات وفقنا لقول لا إله إلا الله عند الممات. أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، نجينا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل ولا تحملنا لما تحب وترضى، واصبر واصلنا البر والتقوى. اللهم أعز بهم الإسلام واسمع بهم كلمة المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تخلفنا من مقامنا هذا إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وتوليت أمرنا وقلت قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم احفظ خواتيمنا واشف مريضنا وعاف مبتلانا. اللهم اشف كل مريض وعاف كل مبتلى يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لنا حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا رفيع الدرجات. اللهم انصر المسلمين يا رب العالمين في كل مكان. اللهم انصر جنودنا على الثغور تزد سهامهم ورميهم. اللهم وفقهم، اللهم احفظهم بين ايديهم من خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك ان يغتالوا من تحتهم. اللهم وفق الشرطه يا رب العالمين، ووفق رجال الحسبه، ووفق كل داعية إلى الخير والبر، إنك على كل شيء قدير والإجابة جدير. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا من كان من حي نصر العمر على الطاعة، ومن
مكان مميتا فاجعل مثواه جناتك جنات النعيم. تم الكلام ربنا المحمود له المكارم والعلى والجود. ثم الصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما لاح قمر وأورق عود.